أول يوم جه فيه، والكلام اللي بيقوله السيسي طوال الوقت عن التراث والدين الحكيم والحنيف ووصف المليار ونص مسلم بالإرهاب، الكلام اللي حذرنا منه مئات المرات. شيخ الأزهر بيرسل في افتتاحية المؤتمر استغاثة مبطنة مكتومة كعادته، عملها قبل كده وقت حكاية السيسي مع الطلاق الشفوي. ساعتها أصدر بيان بيطالب من يتساهلون في فتوى الطلاق أن يلتفتوا لتسيير العيش الكريم على الناس. إذن ما فتئ شيخ الأزهر يرسل النات مكتومة، النات تعبر عن ضيقه بالضغوط المفروضة عليه وعلى الأزهر. ضغوط ليه؟ لتفريغ الدين من مضمونه تماشيا مع صفقة القرن وغيرها. ضغوط لم يتعرض لها مع مبارك، حتى ابان كون شيخ الأزهر كان ممسكا بدار الإفتاء. صح، قلت لكم ان جوهر المشكلة في الثورات العربية عبر عنها نوح فيلدمان الكاتب الأمريكي وأستاذ الحقوق في جامعة هارفرد. قال لك ببساطة، مزيد من الديمقراطية يعني مزيد من الإسلام، والمنطقة لسه مش لاقية حل للمعادلة دي. شيخ الأزهر يهمهم في وقت لا يحتمل إلا الصرخات، الصرخات الواضحة التي لا تحمل لبس. هذه حرب على الإسلام، لازم يقول كده. واللي بيحصل في مصر حرام، قتل الناس واغتصابهم وحبسهم واعتقالهم وإخفائهم قسريا واعتبارهم ميتين بعد شهر واحد، حرام يا شيخ الأزهر. صرخة واحدة هي أقل ما يستطيع أن يقدمه من يعتلي شيخا للأزهر، من يعتلي هذا الكرسي. مصر منتهكة ومستباحة. بسيطة جدا يا شيخ الأزهر، السيسي بيجبرني على تفريغ الإسلام من مضمونه، كلمات محدودة جدا، لا لمز ولا همهمة ولا برطمة. ماذا ينتظر من الدنيا شيخ الأزهر؟ ماذا بقي من العمر تخاف عليه يا شيخ الأزهر؟ ويستحق إنك تمنع نفسك عن الصدع بكلمة حق. قلها يا رجل، قلها كلمة حق تساوي الدنيا وما عليها إن كانت في وجه سلطان جائر. وإحنا عدينا مرحلة الجور من زمان، وأصبح لدينا سلطان فاجر. سيد الخلق قال لبلال: أرحنا بها يا بلال قاصدا الأذان. ونحن نقول لك، ونحن وأنت أقل من بلال، قل كلمة الحق، أرح نفسك بها قبل ما تريح بها غيرك، أرح نفسك بها من العذاب. الله خير. صدق، والله العظيم غير صدق. في العهد تاع المبارك الجامع الأزهر كان مستقل، كيان وحده، واحد ما يتدخل فيه. كي جا السيسي ما عندهمش الحق يهضروا. بصح كيما هذا الشيخ كيما يقول لك واش قعد له، حتى ولا رماه في الحبس كي يقول كلمة الحق، كلمة اللي جاية من القرآن الكريم اللي بعته ربي سبحانه لعباده، يقول كلمة هو راه يحبس فيهم. قل الحق وكما قاع نعلمو ونعرفو، ساكت على الحق شيطان أخرس. وهذا من أكبر شيوخ الأزهر. أنا مانيش راح نقول شيطان فيه، لأنه كما يقول لك حافظ القرآن ويفسر القرآن ويعرف، بصح لازم يهضر، لازم يقول الحقيقة. مجميع واحد داعية في العالم العربي قاع، مجميع داعية إسلامي لازم يهضر كلمة الحق، حتى ولو سجنوه، باسكو هذه تولي له حسنات ماشي سيئات. أنا كي يسجني واحد ونقول كلمة الحق وش عليه؟ نورمال، بصح باش ننافق، باش نرضي رئيس سراق يقتل في شعبه، هذه حرام. يعني كشغول راك تعاون في الطاغي يزيد
يزيد كما يقول لك الحرام لو يدير فيه اكثر واكثر، المآسي لو يدير فيها يزيد يكثر عليها، يزيد يكثر منها. احنا نقول ربي يهديهم، ربي يهدي هاد الناس هادوما اللي ما كما يقول لك واحد اللي دار يده في يد اسرائيل الله يهديه، ربي يرجعوا للطريق المستقيم، ربي يرجعوا للدين تاعو اللي زاد وتربى وتعلم وقراه، وماشي غير في مصر، في كل البلدان العربية، في كل البلدان المسلمة نطلبوا لهم الهداية، ربي يهديهم. اللي سرق يرجع الأموال وربي يهديه، اللي قتل هذيك ما عنديش تفسير ليها، وانا الدين تاعي محدود، هذيك ما على باليش. اللي عاق والديه يروح يطلب السماح من والديه قبل ما يفوت الاوان كما يقول لك، باسكو كي يطلب السماح من والديه راهي الدنيا ما فيها. اللي عنده مشاكل مع اخوه ولا اختو اتصالحوا قبل فوات الاوان، كما يقول لك ما تموتوش وانتم اعداء، راكم خرجتوا من كرش وحده. ربي حط الرحمه في هذه البلاد هذه، في البلدان المسلمه اون جينيرال، ربي حط الرحمه في هذه البلدان المسلمه، وربي ان شاء الله مجميع واحد اللي سرق وطاغي وسرق مال الشعب نقول له الله يهديك، بصح حنا ما نسمحوش، اسمح ما تديهش من عندنا ان شاء الله. كشخص ولا اشخاص ما نسمحو لكش، يسمى بينك بين ربي سبحانه، بس كنت يا سراق ومن جميع الحكومات قاع سراقين على كل حال، اسمع على بالنا بلي راح يتحاسبوا على السرقة هادية، باسكو الشعب اسمك تقول دار فيك ثقة باش تشغل الأموال هاديك وتتوكل شعبك تبني مساجد، تبني كذا، تبني مستشفيات، تبني مدارس باش تعلم الاولاد الصغار هادوك، تبني لهم ما على باليش، تبني وش كما يقول لك الحاجه اللازمه للمجتمع ولا للناس اللي عايشين في هذيك البلاد. بصح هما للاسف كما يقول لك ما داروهاش، حبوا يبنيوا نفوسهم ونساو باللي نساو ربي ونساو النبي الصلاة والسلام عليه، نساو باللي رايحين نديو معانا فعالنا ورايحين نشبر الرمس، ما نديو الأموال تاعنا، ورانا نشوفو في العلامات الكبرى على كل حال، يسمى ما قعدش قد اللي فات، هذه واحد ما يجهلش. بس دوك نتايا كي تبني، راك بنيت 700 باتيمون وشريت 100 اوتيل، سرقت انهبت قسما يبنيو ما على باليش انايا سبيطارات سوفيستيكي باش يداويو الدراري الصغار، لا راهم يموتوا هكذاك، يروحوا في باطل. اسكو راح تدي معاك هاد الدراهم هادوما يا واحد الطاغي؟ اسكو راح تديهم؟ انا حبيت نفهم، اسكو راح تدي هذيك الدار معاك والمال؟ باسكو كيما نعرفوا يوم القيامه 40 سنه تكون ما يكون حتى واحد في الارض، شجره ما تكونش، يكون غير الخراب. اسمه واش درت بهذوك الدراهم؟
هاك خليتهم خراب، في عود تبني وتجيب الماتريال اللي داوي دراري صغار وتعلم أطباء. يكونوا أطباء تاع الصح ماشي تاع تمسخير، باسكو عندنا أطباء تاع تمسخير تاع البيستون. باباه فلان يعطيلو، خليه يولي طبيب. للأسف، وعندي حكاية وهذه صرات. وحدة في الجزائر بنتها كانت تتألم، عندها طفلة وحدة، عندها زوج ولاد ولا ثلاث ولاد، الله يعلم عندها زوج ولا ثلاثة، الولاد ما سقسيتش. عندها طفلة وحدة، والطفلة هذه كانت تخرجت محامية السنة هذيك اللي تخرجت فيها اللي مات فيها، الله يرحمها ويسع عليها. كل واحد شهر شهر ونص بدأت تتألم تتألم، كل ما تروح للمستشفى يعطيوا لها الباراسيتامول باراسيتامول. ما عندك والو، ما عندك والو. هادو أطباء، كما يقول لك ابن سينا في عهد الجاهلية، ها، وما كاش، ودار اوبيراسيون على لابانديسيت. وحنا الأطباء تاعنا زعما قراو، ما يقدروش يديروا راديو. نورمالمون كي تشكي من هذيك البلاصه تو تسمع تقول لك بانديسيت، يعني نيمبورت كي تشكي من جنبك هنايا اوتوماتيكمون عندك المراره. اسمه واحد ما اتس نوت روك ساينس ولا حاجه كبيره بزاف، نيمبورت كي يعرفها. انت طبيب، طبيب يعني ما على باليش شحال من طب راحت وشحال من سبيطار راحت. كي زاد عليها باي يبعتوها للدار، يزيد عليها الحال تعاود تروح يبعتوها للدار، فينالمون ماتت بلا بانديسيت. والله العظيم غير يعني شيء مؤسف. في 2016 واحد يموت بلا بانديسيت. انا نتسائل هاد العباد هادوما هل قراو على قراو لا سيونس العلوم، داروا ما على باليش خدموا في السبيطار قبل ما يعطيو لهم ان بوست هكداك، خدموا باسكو باش تخدم في لورجونس لازم تكون طب خفيف ظريف، تعرف خدمتك. انا اللي نتسائل هادو ما قراو باش يولوا دي ميدسان، ولا هكذا يا برك طب حب يولي ميدسان، بابا حبيت نولي ميدسان، اوكي وليدي هيا روح ولي ميدسان. طفله باش تموت بلا بانديسيت، عيب عيب. ما صراتش في لو موند اونتي، صارت في الجزائر، والله العظيم غير عيب. يعني واش راح واش يقول ولا يقول ولا يهدر ولا ما، واش راح اقول لكم. السلام عليكم، وان شاء الله يكون نهاركم نهار مليح وشباب وفي رعاية الله.